حد التالت بقى تحكي لنا حكاية كلنا بنحبها قوي، حكاية الابن الشاطر. الابن الشاطر ده ما كانش شاطر في الأول. يا بابا أنا عاوز كل فلوسي علشان هسيب البيت وأمشي. ليه يا حبيبي تسيب البيت؟ أنت زعلان من إيه؟ أنا زهقت، أنا عايز أعيش لوحدي، أخرج وأتفسح مع كل صحابي. يا سلام، بابا زعل لكن قال له اللي أنت عاوزه، خد الفلوس ومشي مع أصحابه وابتدت الفلوس تخلص. في الآخر اشتغل عند الخنازير. وبعدين بقى فكر، من إيه اللي أنا عملته ده؟ إزاي أعمل كده في بابا؟ وإزاي أسيب بيتي؟ أنا عملت حاجة وحشة قوي، أنا غلطت، أنا هرجع واعتذر له، بس ياه لو يقبلني أشتغل عنده حتى. فلما رجع لقى بابا جاري عليه واخده بالحضن وفرحان بيه قوي وبيقول له ده انت وحشتني قوي، تعالى بقى عشان اعمل لك حفلة كبيرة قوي وتلبس لبس حلو. اخوك كبير زعل. ليه بقى؟ لانه كان فاكر نفسه هو الكويس وهو اللي بيسمع الكلام وهو اللي قاعد في البيت واتغاظ عشان معمول حفلة. الأب كان عاوز الولدين يحبوا بعض وقال له كان المفروض نفرح، ده أخوك ده كان ميت وعاش، احنا ما كناش عارفين هنشوفه تاني ولا لا، كان لازم تفرح. فالكنيسة بتقول لنا مهما غلطتوا ارجعوا، الكنيسة دايما مفتوحة وأبونا السماوي الطيب بيفرح لما نرجع.